تحياتي الخالصة، عدنا والعود أحمد. أعزائي عزيزاتي، أتمنى أن نلتقي على خير، وأن يكون لقاؤنا المتجدد هذا فأل خير علينا جميعا. كثيرا ما نسمع قولة الوقت من ذهب. هذه القولة تذكرني بحكاية قصيرة كنت قد قرأتها. هذه الحكاية رغم قصرها فهي تحمل مغزى كبير جدا. تقول الحكاية: كان أحد الصاغة يمتلك معملا لتصنيع الذهب، وكان هذا الصائغ بخيلا إلى أبعد الحدود، فقد كان يفترش أرض المعمل بتوب أبيض كي يسقط عليه غبار الذهب المتناثر والمتطاير. وفي نهاية الأسبوع كان السائغ يبلل قدميه بالماء ثم يدوس على التوب ذهابا وإيابا، فتجتمع حبيبات الذهب على قدميه، وبهذه الطريقة كان يحصل على عدة غرامات إضافية من الذهب كانت ستضيع. من هذه الحكاية يمكن أن نستنتج أن دقائق حياتنا المهذرة تمينة كحبيبات الذهب المتناثرة والمتطايرة هنا وهناك. رغم أن معظمنا يشتكي من ضيق الوقت ومن كثرة المشاغل، وحتى ولو كنا مشغولين فإننا نضيع ساعات في اليوم هي بمثابة دقائق وتواني متناثرة في حياتنا. لذا علينا أن نتعلم فن استغلال الدقائق المتناثرة لقضاء مهام مؤجلة. أعزائي عزيزاتي، لا تنسوا تجديد لقائنا من خلال تفعيل الجرس والضغط على علامة الإعجاب والاشتراك في القناة، وشكرا جزيلا.